مشينا وكنا أسرة واحدة ونتظل بإذن الله أسرة واحدة. أسرة بسيط ولكنه هادف لدعم سيتم هذا اليوم يعني خروج القوارب الذي كانت مكرمة من الهلال الأحمر الإماراتي لأسر الشهداء في منطقة البريغة مديرية البريغة. الدفعة الأولى هي 25 قارب اللي موجودة الآن أمامنا، وهناك دفعة أخرى لأخواننا في شهداء القيصة الأبطال. وهذا الدعم يعني ليس للشهداء فقط، كان لذوي الهمم وبعض الأسر الفقيرة، وكان دعم سخي بأمانة، لأن كل القارب ومحرك لشخص واحد ولم يتم شراكة مثل ما تعودنا الدعومات السابقة. نشكر أيضا الساعين إليه من الثروة السمكية وهيئة المصايد والأستاذ نائل السروري، وأكرر شكري الجزيل للهلال الأحمر الإماراتي. هذا التكريم هو بعض وفاء لأسر الشهداء لما قدموه. عبد يحيى فتيني يحيى عن فائد محمد عبد الله عوا عن الشهيد سعيد محمد عبد الله عوا. اليوم بديناها نحن بدعم أسر الشهداء وأصحاب الهمم ب 25 قارب صيد مكملة ومجهزة بجميع احتياجاتها، وبإذن الله هناك مشاريع كذلك مستقبلية إن شاء الله وفق خطة مبرمجة، ورحين نستهدف إن شاء الله سواء أسر الشهداء أو أصحاب الهمم أو أصحاب الدخل كذلك المحدود. ونتمنى دائما من هذه المشاريع أن يعتمد الفرد اليمني على نفسه ويكون منتج في هذا المجتمع، وبإذن الله يعني أن نرى الجميع ينمي خاصة مهاراتهم اللي موجودة عندهم، وما راح نقصر إن شاء الله نحن كدولة الإمارات في جميع الدعم، وخاصة أصحاب المهارات من ناحية التدريب والتجهيز وتوفير جميع المواد إن شاء الله.